حنكفي ولكن حنروح هلا لفقره تربويه نفسيه. كثير بنشوف بحياتنا اشخاص بنقول بالعاميه انه ما في يعتمد على حاله، غير قادر ياخذ قرار بحياته، دائما في شخص بحياته هو مأمن له كل شيء، هو اللي بياخذ احيانا عليه عنه قرارات، هو بيحل له مشاكله. هدول الاشخاص اعتماديين كثير بحياتهم، واكيد هذا الشيء له اثار سلبيه فيما بعد. رشا، اثاره سلبيه مو بس على الشخص الاعتمادي، ايضا على المحيط فيه. قديش هذا الشخص لاي فتره زمنيه اصلا لازم يضل هو، يعني في فتره زمنيه بتلاقينا نحن بحاجه نعتمد على الاخرين او بمساعده الاخرين، بس اي فتره زمنيه اذا طالت هي مده الاعتماد على الاخرين بتصير خطره مثل ما بيقولوا. هي التفاصيل اكيد رح نحكيها اليوم مع الاختصاصيه النفسيه شذا عبد اللطيف، ماجستير بحمايه الاسره. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن نقطه كثير حساسه، ان كان على الشخص نفسه وان كان على المحيط، لانه الاثار حتكون مشتركه فيما بعد. ولكن بدايه خلينا نحكي كمفهوم الشخص الاعتيادي او الحاله الاعتياديه شو هي. تمام. بداية لما بنحكي عن الأشخاص اللي هن موجودين بمراحل حياتنا وبالأشخاص اللي هن موجودين بكافة الأصعدة عن صعيد حياتنا المهنية أو حتى على الشخصية، منلاقي في كتير أنماط وسمات. هاي الأنماط هي بتختلف من شخص لآخر وبتميزه. فلما بدنا نحكي عن مجموعة من السمات لما هي بتتشكل وبتتكامل، هون بينطلق عنا مفهوم الشخصية الاعتمادية. لما بدنا نخصص بحديثنا عن الشخصية الاعتمادية، فيني أحكي على هي فيني سميها من اضطرابات الشخصية القلقة، اللي هي بتحس بحالة من القلق، حالة من الخوف، نتيجة أنه هي معتمدة على الأشخاص الآخرين بإشباع حاجاتها. مفهوم اضطراب الشخصية الاعتمادية، أو خلينا نقول dependent personality disorder، هذا المفهوم هو شائع كتير. كان في عدة دراسات عملت عن هذا الموضوع، كانت نسبة انتشاره فينا نقول تقريبا 0.6، يعني أقل من 1، عفوا أقل من 1%. وهي التفاصيل هي كانت شائعة عند الإناث أكثر من الذكور. خلينا نحكي اليوم عن طبيعة المجتمعات قديش بتأثر اليوم على تكوين هاي الشخصية الاعتمادية. يعني نحن متعرف عليه هيك بنقول إنه بالغرب المراهق بيصير بيعتمد على حاله أكثر من أكيد. من مجتمعاتنا، بيطلع بيشتغل بوقت بكير، حتى بيعتمد على حاله بأمور مثلا ترتيب المنزل أو إلى آخره. خلينا نحكي اليوم طبيعة المجتمعات قديش بتأثر اليوم على خلق هاي الشخصية الاعتمادية. خلينا كمان نعمل مقارنة بين الذكور والإناث. تمام. هلا نحن في عنا بكل مجتمع له تكوينته وله عاداته وتقاليده وثقافته المختلفه. هذا الشيء بيندرج تحت عده تنشئه اسريه، ممكن تكون انت عم تتعلمي بالنمذجه من اشخاص ثانيين. دائما الاشخاص بادوارهم الاجتماعيه، مثلا نحن بنلاقي هون عندنا بالبلد في عندك الادوار الاجتماعيه هي اكثر متاخده، مثلا شغل البيت او التفاصيل اللي هي القيام بالحاجات الاساسيه هي عند الاناث. ولكن بالمجتمعات الغربية أنت بتلاقي أنه الذكور والإناث عم بيقوموا بنفس الأدوار الاجتماعية. الأدوار الاجتماعية هي اللي بتخلق التنشئة الاجتماعية، التنشئة الأسرية، كيف هذا الشخص تربى. ممكن في كتير أشخاص هن المعتمدين على أنه الماما حتعملنا مثلا الساندويش على المدرسة، الماما حتساعدنا بحل الواجبات المنزلية نحن عنا إياها. أشخاص تانيين بتلاقي بمجتمعات تانية لا، هن متعودين على الاعتماد على النفس، على كيف هن يخلقوا هي التفاصيل يلي قدرانة انه هي تساعدهم بحياتهم اليومية، قدرانين يطلعوا مثلا يعملوا كل الشغلات يلي هن بدهم اياها بطريقة ما يعتمدوا على اعتماد كامل على الاهل بالمطلق. طيب قبل ما نروح للاسباب ونوسع فيها بشكل اكثر ونحكي ايضا عن المنشا اللي هو العامل الاساسي اللي عم بيكون، خلينا احنا شو نعرف اذا هدول الاشخاص بحياتنا. اكيد في شيء بدل على انه هذا الشخص شخص اعتمادي على غيره، شو هن الاعراض اللي ممكن احنا نشوفها على الشخص او تظهر عليه؟ تمام. لما بنحكي عن الشخصية الاعتمادية فأنا بدي أحكي عن حاجة شاملة، لأنه هذا الشخص يكون بحاجة الأشخاص التانيين يعتنوا فيه ويعطوه الاهتمام والقبول والرعاية.
في عنا الدليل التشخيصي الخامس DSM-5 ذكر أنه في عنا عدة أعراض، هي الأعراض هي اللي بتخلينا نعرف أنه هذا الشخص في عنده اضطراب شخصية اعتمادية. هذا الشخص ببداية حياته هو بيكون غير قادر على اتخاذ القرارات اللي هي بتكون بمجالات حياته أو على كافة الأصعدة يلي هو عنده إياها، إلا إذا كان في عنده حالة من الاطمئنان والنصح يلي هي بتكون والتأكيد من الأشخاص يلي هنن حوله. كمان في عنا هذا الشخص هو بيكون غير قادر على أنه يتحمل مسؤولية قراراته، بتلاقي أنه هو بده أشخاص تانيين يشيلوا معه كتف من المسؤولية ويعرفوا بالضبط هذا الشخص شو التفاصيل اللي هو حابب أنه يعملها، ولكن ما تطلع منه القصة، تطلع من الأشخاص التانيين. بتلاقيه دائما ما عنده القدرة أنه هو يبدأ بمشاريع جديدة بده إياها، لأنه هو مو من باب أنه قلة الدافع أو عدم الرغبة أو عدم النشاط، ولكن من باب أنه هو ما بيقدر يكون عنده ثقة بالمحاكمة عنده أو بقدراته أو بإنجازاته. كمان بنلاقي هذا الشخص هو ما عنده القدرة على أنه هو يعبر عن مخالفته بالرأي للأشخاص التانيين، لأنه بيعتبر أنه مجرد ما كان عنده خلاف بالرأي مع هدول الأشخاص فهو ما بيقدر أنه يتعامل معهم بطريقة صح، ما بيقدر حتى أنه هو يعني بتخف حاجته للقبول من القبول الاجتماعي للأشخاص اللي هنا حواليه. طبعا كمان فينا نلاقي أنه هو لما بنلاقي الملفات العاطفية اللي هو عنده إياها بيطلع من علاقة بيحاول فورا أنه هو يدخل بعلاقة تانية، لأنه هو بيكون غير مشبع عاطفيا وهو بيكون مركز صلب اهتمامه على الأشخاص الآخرين لحتى هنن يمدوه بإشباع حاجاته، من كانت الحاجات الأمن، الأمان، الرعاية، الاحتواء. تماما، هو الاعتماد بشكل كامل على الأشخاص الآخرين لحتى هو تحسي أنه خلص أنا هلأ قدران أستمر بحياتي. فبالDSM-5 اختاروا أنه نحن يكون في عنا 5 أعراض من اللي أنا ذكرتهم لحتى نحن نقول أنه هذا الشخص في عنده اضطراب شخصية اعتمادية. طبعا ما بننسى دور في عنا العوامل الأساسية لحتى نحن نعمل دراسة حالة كاملة لهذا الشخص لحتى نقدر نشخص بشكل دقيق عن ماهية الاضطراب اللي هو عم يمرق فيه. طيب خلينا نحكي اليوم في درجات اليوم للشخص الاعتمادي، يعني بعلم النفس أو الاجتماع في درجات له، خلينا نحكي كمحيط اليوم كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص الاعتمادي لنخفف شوي من هاي الحالة أو حتى نوصل فيه لمرحلة العلاج. تمام، بالأشخاص اللي هنن في عندهم نوع من الاعتمادية ممكن تلاقيها في عندك اعتمادية بسيطة، اعتمادية شديدة، حسب كيف هذا الشخص فينا نقول متعود أنه هو يمارس حياته وشو هي نوع إشباع الحاجات اللي هو عنده إياه تجاه الأشخاص اللي هنن محيطين فيه. بنرجع للممكن الأسباب اللي هي خلته أنه هو يوصل لدرجة من الاعتمادية. ذكرنا أول شيء أنه في عنا التنشئة الأسرية، كيف هو بيكون متربى من هو وصغير. ممكن الأهل لهم دور طبعا كثير كبير، لأنه هذا الشيء هو مكتسب من البيئة المحيطة فيه، إن كانت من المدرسة، إن كانت من الأسرة، إن كانت من المجتمع المحيطين فيه، حتى الأصدقاء لهم دور جدا كبير بهذا الموضوع. ممكن الأهل لما بيمنعوا الاستقلال النفسي للطفل أو كيف هو الاستقلال الاجتماعي اللي هو عنده إياه، ممكن في كتير أهالي إنه الحماية الزائدة اللي هو بيعرضون للأطفال لهذا الموضوع ممكن تكون باب خوف يعني بالبداية. أكيد الحماية الزائدة إنه أنا بخاف عليك، خلص خليك مكانك، أنا بجيب لك الأغراض لعندك، بدي أطلع لعند رفيقتي، لا ما في تطلع مثلا، خليه هي تيجي لعندك. كتير في تفاصيل أو كلمات نحن بنستخدمها بالحالة الطبيعية بس ما بنعرف شو ماهيتها لبعدين، كيف ممكن هي تشكل عنا هذا الفارق. ممكن كثير السبب الأهم يلي هو موجود هو لما ممكن الطفل بده لفت النظر أو جذب الانتباه للأشخاص اللي هنن حواليه، بيحاول أنه هو مثل تصير عنا هي العادة كأنه هي نكوص، مثل لما بيولد طفل جديد بالأسرة بتلاقي الطفل الثاني بلش أنه أنا نزاح عني الاهتمام كلياته، نزلت عن الرف تماما، صار في حدا عم ياخذ هي الأولوية، فأنا ما بتمنى هذا الشيء، فبيرجع لأنه هو يطلع هي العادات لحتى هو يجذب الانتباه الأهل أنه أنا بعدني موجود واهتموا فيني ورعوني. طيب خلينا شوي شذا، أنا
نعرف منك اليوم، هل الوراثة إلى علاقة بهي القصة؟ بيقولوا أنه مثلا أبوه كان هيك يعتمد بحياته على ديتي، مثلا خاله عمه، الوراثة إلى علاقة بهي القصة؟ هلأ خلينا تدخل بالجينات يعني هي القصة؟ تماما، خلينا ما نقول وراثة. هلأ نحن لما بدنا نشخص أي اضطراب نفسي فممكن يكون في عنا أسباب وراثية، أسباب بيئية، وحتى العامل النفسي اللي هي فينا نسميها التفاصيل اللي هي كامدة، اللي هي جواتنا، يلي هي بتنشأ عند أي موقف صادم تقدر أنه هي يعني تتطور لحتى هي توصل لمرحلة الاضطراب النفسي. ولكن هون بالشخصية الاعتمادية هي أبدا الوراثة ما بتلعب دور. الشيء اللي بقدر يعني أنا أسمي لك يا موازي لهذا الشيء، كيف أنت ذكرتي أنه الأب عم بيشوف الطفل، مثلا عم بيشوف الأب كيف كان يعتمد على التيتة، هو هذا بتعلم بالنمذجة. كيف هذا الطفل شايف أنه أهله كيف عم يتعاملوا مع بعض، شايف أنه مثلا الأب بيكون قاعد كل الوقت والأم هي اللي عم بتجيب كل مثلا التفاصيل على البيت، الأب معتمد اعتماد كلي على الأم، بصير هو تلقائيا تماما بصير في عنا هذا النمذجة، نوع من التقليد، بيقدر أنه هو مثلا يشوف الجيران كيف عم يتعاملوا مع بعض، فبتخلق عنا نوع من التقليد. ممكن هو ما بيعرف شو ماهية هذا الشيء اللي هو عم بيصير معه، يعني أنه أنا بس لمجرد أني أنا عم أتصرف هذا التصرف أو هذا السلوك، بس أنا ما بعرف أنا ليش عم بعمله، بس هو عم يشبع لي حاجات معينة فأنا بستمر فيه، وبصير بعدين عنا سلوك تعويدي أنه أنا خلص حأستخدم هذا السلوك كنمط حياة أقدر أني أنا أمشي فيه لكل حياتي. طيب قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نقدم مجموعة من النصائح اليوم وتكون موجهة أول شيء للأمهات، لأنه هن لما نحكي عن الأسرة هي التنشئة بتكون من هنيك الشخص أو الطفل الاعتمادي رح ينشأ من هاي الأسرة، وأيضا للشركاء الأزواج بتوقع كمان بيعانوا أكيد من حالة الاعتمادية عند أحد، خلنا نقدم نصائح للطرفين. بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للأشخاص مقدمي الرعاية فدائما نحن بنحاول أنه ننشر ثقافة التوعية من أساليب التنشئة الصحيحة، كيف نحن نعطي هدول الأطفال نوع من الاستقلالية، نعلمهم عليها من الصغر، نقدر أنه نحن نعرفهم الحدود اللي هن عندهم إياها بحياتهم، نحاول أنه نوعيهم بكيفية التعامل مع الأشخاص التانيين، كيف لكل شخص عنده قدرات وعنده إنجازات معينة وقادر أنه هو يتصرف بالطريقة اللي هي بتريحه واللي هي بتناسبه. نقدر نعرف بالضبط الطفل لما هو بيكون بالمدرسة شو السلوكيات اللي هي عم تطلع منه، قادر أنه يكون في عنا مراقبة من الأم، ونقدر أنه نشبك حتى مع المدرسة لنعرف بالضبط مع المعلمة مع المرشد النفسي اللي هو بيكون بالمدرسة هل السلوكيات هي نفسها ذاتها اللي بتكون موجودة بالبيت ولا لا في سلوكيات متغيرة. فنحاول دائما ننتبه على هدول التفاصيل وننتبه على التنشئة الأسرية اللي هي بتلعب دور كتير كبير، ونحاول إذا بنلاقي هدول الأشخاص الاعتمادين هنا الموجودين بحياتنا نقدر أنه نحن نتجاهل ممكن نوع من الطلبات أو الرغبات تماماً اللي هي موجودة، أو نحضن أنه هن تلقائيا يعني يقوموا يسووا الشيء اللي بالدنيا، أو أنا بشوف شو هي نقاط القوة عندهم وبحاول أني أنا أعززها بطريقة معينة وحاول أني أنا أسلط الضوء على الإنجازات اللي هي موجودة عندهم لأقدر حسسهم بأنه أنا أرفع تقديرهم لذاتهم وأني أنا أرجع لهم الثقة وأعزز لهم الثقة بنفسهم، لأنه هن بمرحلة معينة بيكونوا خلص فاقدين الثقة بالنفس وتقدير الذات عندهم جدا منخفض، فحاول انا اشتغل على هدول النقاط لحتى انا اتخلص من قصه الشخصيه الاعتماديه اللي هي بتكون عند الشخص. دائما العمل بيكون بعمر صغير يعني كرمال يكبر على هاد التصرفات الايجابيه بالمجتمع. نتشكر وجودك لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتيها. انا بتشكركم ويسعد صباحكم. صباحك واهلا وسهلا فيكي. هلا.